وللحديث عن أوضاع المغيبين في العراق في ضوء تصريحات رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، وعبر سكايب الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية السيد فرات خورشيد. مرحبا بكما، مرحبا بك معنا دكتورة فاطمة، مرحبا بك معنا دكتور فرات في هذه الفقرة. السلام عليكم ورحمة الله، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا دكتورة. أبدأ معك في آخر تصريح متلفز لرئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، هون من أعداد المخفيين قسرا في المحافظات المنكوبة، على الرغم من توثيق أعدادهم من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في أوقات سابقة في السنوات السابقة. كيف يمكن الرد على هذا الإنكار والتقليل من الأرقام وحتى اتهامهم بأنهم يتبعون لداعش؟ نعم، الحقيقة يعني تصريحات العبادي يعني نفهم جيدا لماذا هو يقوم بمثل هذه التصريحات، ويعني الآن المهم لديهم هو التغطية على هذه الجرائم في محاولة منهم للتملص منها. ولكن الحقيقة الواضحة والتي أصبحت يعني مهمة جدا ويجب أن يعني يكون هناك في الحقيقة يعني رد على مطالبة أهالي المخفيين قسرا والذين يقومون لحد الآن بالاستمرار بمطالباتهم من أجل العثور على مصير أبنائهم أين ذهبوا. الذي يحدث أن في العراق هناك أعداد مهولة من المغيبين قسريا، والتي تحاول هذه الحكومة وغيرها من الحكومات أن تتستر على هذه الأعداد، لأنهم بكل بساطة هم يعني مسؤولون عن الذي حدث من هذه الجرائم، ولذلك الآن يخافون، خاصة بعد أن يعني أعضاء من لجنة الأخطاء القسري قد وصلوا إلى بغداد في فترة سابقة وقاموا باللقاء مع منظمات المجتمع المدني ومساءلة الحكومة حول بعض النقاط التي يعني يجب أن تقوم بها، خاصة وأن العراق وقع على هذه الاتفاقية. إضافة إلى ذلك فإنه غدا وخلال هذه الدورة التي بدأت أعمالها هذا الشهر الماضي، الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، في جدول أعمال هذه اللجنة هو مناقشة التقرير الذي وصلت إليه اللجنة في خلال زيارتها الأخيرة، وهناك أيضا لا تزال يعني اجتماعات مستمرة لمنظمات المجتمع المدني وأيضا ذوي المغيبين قسريا. كل هذا بغية أن نصل إلى نتيجة هو أن يتم محاسبة هؤلاء المسؤولون عن ما حدث لأبناء العراق من جريمة لا تغتفر، جريمة مرتبة. سنأتي إلى هذه النقطة دكتورة، نقطة المحاسبة يعني سنأتي إليها، لكن أعود للسيد فرات معنا عبر سكايب. اتهام العبادي للمغيبين بأنهم عناصر من داعش، طبعا هو قلل من العدد، قال هي بضعة آلاف فقط وليس كما تقول المنظمات التي تشير أنهم يتراوحون ما بين 250 ألف إلى مليون مغيب ومعتقل. واتهامهم بهذه التهمة بأنهم عناصر إرهابية، ماذا تقرأ من ذلك؟ طبعا اليوم تحديدا صدر قرار من لجنة حقوق الإنسان في جنيف المكلفة بتقصي الحقائق عن المغيبين في العراق، وهذه اللجنة أوصت الحكومة العراقية بوجوب اتخاذ استراتيجية ناجحة للوصول إلى الحقيقة. اتهام حيدر العبادي للضحايا بأنهم كانوا أعضاء في تنظيم داعش أو مقاتلين ضمن التنظيم الإرهابي الذي احتل المناطق المعروفة في العراق وهي المدن الثلاث، لا يمكن بالحقيقة أخذ كلام حيدر العبادي على محمل الجد أو المصداقية، لأن حيدر العبادي خلال فترة رئاسة الوزراء وما بعدها أيضا كل الحكومات التي جاءت من بعده لم يتم تشكيل لجنة حقيقية لتدوين أسماء المفقودين، يعني لم يتم هناك أي إجراء لدعوة أهالي المغيبين أو الأشخاص الذين يدعون بوجود شخص مغيب من ذويهم لمعرفة هؤلاء وتدقيق الأسماء، هل هذه الأسماء فعلا لأشخاص ينتمون إلى التنظيم الإرهابي أم لا. هذه نقطة.
النقطة الأخرى، كيف عرف حيدر العبادي بأن هؤلاء جميعا هم منتمين لتنظيم داعش؟ وإذا كان ينكر ما حصل، ينكر هناك آلاف الفيديوهات. وأنا هنا أدعو أيضا منظمات حقوق الإنسان إلى يعني فتح منصة تستقطب وتطالب كل من لديه فيديو يوثق جرائم القتل في الفترة ما بين 2016 إلى 2018، فترة المعارك التي جرت بين القوات الحكومية العراقية مع الحشد الشعبي في طرف، والطرف الآخر هو تنظيم داعش الإرهابي. الفيديوهات تشير، وهناك أشخاص بمعالم واضحة ومناطق وعبارات وكلمات ممكن أن تعتبر أدلة تؤكد المكان والزمان للجريمة، مما لا يترك أي شك للنقاط التي تذرع بها حيدر العبادي في أحد التصريحات أيضا سابقة، وهو أن هذه الفيديوهات هي لجرائم حدثت في سوريا وليس في العراق. الجريمة واضحة والمتهم أيضا واضح، ولكن المماطلة والتسويف كان هو الغالب على تصرفات وإجراءات الحكومة العراقية، إلى أن وصل إلى مرحلة الإنكار بعد أن أصبحت المماطلة والتسويف نقطة غير مجدية للتهرب من المسؤولية. حيدر العبادي هو أكثر شخص يرغب أو لمصلحته أن يتم طمس هذا الملف، لأنه هو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة، وهو المسؤول الأول عن كل هذه الجرائم بحكم موقعه في رئاسة القوات المسلحة. نعم. دكتورة فاطمة، من الواضح أنه هناك يعني من يعتقد بأن هذا الادعاء قد يكون تبرير استباقي وقطع للطريق للكشف عن مصير المخفيين، أو اتخاذ إجراءات ما بحق من هم مغيبين ومخفيين حتى هذه اللحظة. وإلا كيف نفسر ذلك، والذي يتناقض تماما مع ما أصدرته المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية كما أشرنا سابقا؟ يعني الحقيقة هذه المحاولات لن تفيد العبادي أو حتى الحكومات التي سبقته أو التي جاءت بعده، لأن الجريمة متواصلة، جريمة الإخفاء كانت متواصلة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق. الذي رفع الآن هو شعار أموات أو أحياء، نريد أن نعرف مصيرهم. إذا مهما حاول العبادي من أن يخفي معالم هذه الجريمة، ومهما حاول أن يعني يتملص من المسؤولية، وحتى لو قال أن الأعداد هي مجرد مئات، الحقيقة هذا لم تنفعه، هي جريمة إن كانت لمئات أو لألوف أو لمئات الألوف، هذه أرواح بشر. الذي يريد أن يتملص من المسؤولية، الحقوق تبقى ولا تسقط بالتقادم، حتى لو حاول الآن، حتى لو ضغطوا على القضاء، حتى لو ضغطوا على الأجهزة الأمنية، حتى لو زوروا، لن ينفعهم هذا، لأن المطالبات وأبناء وهؤلاء لديهم عوائل ولديهم ذويهم، ويريدون أن يعرفوا مصيرهم، خاصة وأن حتى أولادهم مصيرهم معلق، ذويهم مصيرهم معلق، لا يعرفون. تترتب على هذه حقوق مدنية وحقوق اجتماعية وحقوق اقتصادية وغيرها، كل هذه تتعلق بمصير شخص واحد، فكيف بحياة هذا العدد المهول من الأشخاص؟ إضافة إلى ذلك، فإن التزامات العراق تجاه هذه التوقيع على هذه المعاهدة، كيف يمكن أن يتملص وهو والعراق موقع على هذه المعاهدة ويجب عليه أن ينفذها، وإلا سوف يعني هناك من إجراءات ممكن أن يتخذ بحق العراق نتيجة هذا التملص. فكل هذه المحاولات، وإضافة إلى التغطية على المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة الرهيبة، لن ينفعهم هذا، بل في الأخير سوف بمواصلة يعني المطالبات سوف يتم التوصل إلى هذه الحقيقة والكشف عن مصير هؤلاء المخفيين قسريا. نعم. أستاذ فرات، هل تعتقد بأن حديث العبادي عن المخفيين هو محاولة للتهرب من الاتفاق الذي جرى بين فصائل أو أحزاب الإطار التنسيقي التي توافقت على الحكومة الأخيرة، وكان من بين الملفات ملف المغيبين قسرا؟
هو جزء من الأسباب كما قلت لك. السبب الرئيسي لحيدر العبادي هو التملص من المسؤولية، لأنه الشخص الأول في تلك الحقبة. أما التملص من الاتفاقات فهذا أيضا يشير إلى عدم مصداقية وعدم دقة كلام حيدر العبادي بادعائه بعدم وجود مغيبين. لو لم يكن هناك مغيبين لما طرحت هذه النقطة كورقة في المفاوضات لتشكيل الحكومة خلال فترة التفاوض بين الأطراف لتشكيل الحكومة الأخيرة التي ترأسها محمد شياح السوداني. فهذه الورقة كانت موجودة ومطروحة، كل السياسيين كانوا يتكلمون، لم نسمع أي تصريح من أي طرف خلال فترة المفاوضات لتشكيل الحكومة يفند هذه القضية أو يتكلم عنها بهذا الأسلوب. أما الآن ومن المعروف عن حزب الدعوة أنه دائما قبل تشكيل الحكومة يقدم وعود وتعهدات ثم يتملص منها ويدخل البلد في دوامة صراعات إلى أن تنتهي الدورة الانتخابية ويبدأ بدورة جديدة وبوجوه أخرى وبألاعيب أصبحت مكشوفة للشعب العراقي الذي مل منها، ولكن حزب الدعوة لم يمل ولن يكل من هذه الألاعيب، لأنه حزب مبني على هذا الأسلوب اللف والدوران والمماطلة. لكن بالنسبة لحيدر العبادي هناك إشارات كثيرة، يعني سبق أن قلت أكثر من مرة حتى ملف الإعمار، ملف إعمار مدينة الموصل له علاقة بالمغيبين، لأن الإعمار معناه رفع الأنقاض، ورفع الأنقاض سيكشف حجم الكارثة. هناك الآلاف من الجثث التي لا تزال لحد الآن تحت سقوف منازلها في الموصل، والبدء بأي عملية إعمار سيكشف هذا الحجم ويكشف هذه الجثث. بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا وهم بالآلاف، إذا كانوا فعلا قتلوا خلال المعارك، طيب خلال أي معركة؟ كضابط سابق أعرف أنه لو كانت هناك معارك ويكون هناك عدد قتلى كبير للعدو يتم دفنها، إذن يتكلم العبادي أو الجهات العسكرية التي كانت تعمل كقيادات عسكرية خلال المعارك، وليفصحوا وليكشفوا عن أماكن دفن قتلى المعارك، ولنعرف إذا كانوا فعلا هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يدعي أهاليهم بأنهم مغيبين أم لا. أضف لذلك هناك بين أسماء المغيبين الكثير من النساء والأطفال، فهل كان النساء والأطفال أيضا مقاتلين خلال معارك داعش؟ مهم. يعني أعود إليك مرة أخرى وأخيرة أستاذ فرات بعد سؤال الأخير للدكتورة فاطمة، هل يفهم من حديث العبادي وزعماء الميليشيات الذي يعني ذكرناه أنه على ذوي الضحايا أن يطووا هذه الصفحة وأن ينسوا قضية أبنائهم المغيبين وهم بمئات الآلاف؟ نعم، هم يحاولون هذا بكافة الطرق. لا ننسى أن هناك كانت تصريحات حتى للحلبوسي رئيس مجلس النواب بأنهم مغدورون وليسوا مغيبون، يعني هم يوحون لأبنائها لذوي هؤلاء الضحايا أن أبنائكم قد تم تصفيتهم. حتى الميليشياوي أبو عزرائيل كان قد قال في فترة سابقة عندما بث مقطع صوتي يقول فيه أن لا تسألوا عن أبنائكم فهم في عداد الأموات. هم يحاولون أن يبثوا اليأس وأن يحطموا معنويات ذوي الضحايا من أجل أن يوقفوهم وأن يقول لهم يعني فقط قولوا مثل ما نقول بالعراق رحمة الله عليهم. هذا في الحقيقة ليس ما يريده أبناء ذوي هؤلاء الضحايا، بل يريدون أن يعرفوا مصيرهم. حتى لو كانوا أموات يجب أن تثبت الحكومة العراقية أين هؤلاء، أين ذهبوا، حتى إذا كانوا قد قتلوا أين هي جثثهم، كيف تم تصفيتهم، من هي الجهات المسؤولة. هناك الكثير من الأسئلة المطروحة التي يجب على الحكومة العراقية أن تجيب عليها قبل أن تتوقع أن يتم نسيان هذا الملف. حتى لو كان ذوي الضحايا قد سكتوا، فهناك المنظمات التي تستمر بمواصلة مطالبة بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا، خاصة وأن هذا جزء من التزامات هذه المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، ولذلك لا نتوقع أن يتم طوي هذا الملف. نعم، سؤال أخير دكتور أستاذ فرات في خصوص
عدم إفصاح الحكومة والجهات المعنية التي تقف خلف هذه الجريمة عن ذلك؟ لماذا؟ ما الذي يمنع إذا كانوا فعلا يحاربون أو حاربوا الإرهاب أن يفصحوا كما تفضلت الدكتورة فاطمة عن الأسماء وعن الأعداد، وخاصة أن من بينها نساء وأطفال؟ الذي يمنعهم بأنه السبب هو أن هذا القتل تم قتل عشوائي، تم قتل طائفي، تم قتل بذرائع ليست حقيقية، لم يكن هناك قتال حقيقي بين القوات التي تمثل الفصائل المسلحة والميليشيات وهؤلاء المدنيين. القتال كان ضد داعش، ومعلوم أن المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش كان هناك قتال، ولكن بنفس الوقت كان هناك مدنيين محاصرين، مدنيين وأشخاص عاشوا فترة أكثر من 3.5 سنوات كرهائن. التنظيم الإرهابي عندما سيطر على المدن اتخذ المدنيين كرهائن، منعهم من الخروج من المدن، منعهم من الاتصال بأي طرف خارج منطقة نفوذ وسيطرة التنظيم الإرهابي، ثم حينما بدأت المعارك استخدمهم كدروع بشرية، ثم بعد ذلك ما زاد الطين بلة أن دخلت القوات الميليشياوية المتمثلة بالحشد والميليشيات المسلحة، وقامت باتهامات عشوائية. كل من يتم العثور عليه ما بين سن 15 إلى 50 وحتى فوق 50 يتم قتله بتهمة أنه داعشي. الإعدامات الميدانية التي صارت، يعني لم ننسى مقطع الفيديو الذي يتم دهس فيه طفل بعمر 15 أو 16 سنة بالدبابة مع نداءات بأنه هذا داعشي وهذا كذا وهذا كذا. يعني كل فرد من أفراد تلك الميليشيات أصبح هو المحقق وهو الادعاء وهو القضاء وأصدر حكمه بالإعدام على الأشخاص. الفيديوهات تملأ المواقع التواصل الاجتماعي، هناك آلاف الفيديوهات عن مناطق عديدة يتم فيها القتل بدون أي محاكمة، بدون أي إجراءات حقيقية، حتى لا يتم تسليم الأشخاص للجهات العليا. يعني أي قوة عسكرية، أي فصيل مسلح، أي مجموعة مسلحة تلقي القبض على شخص تقوم بقتله في مكانه دون حتى الرجوع لقياداتها أو سؤالهم. هذا يؤكد أيضا ضلوع القيادات بذلك، لأن لو لم يصدر أمر للقيادات بهكذا إجراءات لا يمكن للقوات المسلحة أن تقوم بعملية قتل ميداني لأشخاص يتم سيد فرات خرشيد. شكرا لك الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية، وشكر موصول للدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. شكرا لكم.